السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم يا شباب. النهاردة لعبنا مع أول فيديو من سيريز يور جايد تو أي تي. طبعا يعني كتير منا ما يعني ممكن أقول أنا برضو يعني مش عايز برضو أكحب بعض الناس، يعني برضو بقى كتير منا ما يعرفوش عن مجال الكمبيوتر. كل الناس اللي دخلت الكلية وبصت كده قبل ما أدخل الكلية، ده والله أنا هدرس إيه؟ أنا هدرس فيزياء، هدرس رياضة، هدرس كمبيوتر تكنولوجي، تكنولوجيا حاسبات. تمام، الناس اللي ابتدت يعني الناس زمايلنا كتير من اللي درسوا الكورس، تمام، اتخنقوا. في ناس والله قالت ده انا كنت عايز ادخل حاسبات والله من قبل ما ادخل الكليه، لكن بعد ما درست المنهج ده خلاص انا مش الماده دي، انا خلاص مش عايز ادخل. تمام، اقعد ادخل بقى ادرس لي مش عارف ايه الباينري الاكسديسيمال، اقعد ادرس لي مش عارف شويه حاجات كده. تمام، فلا لا 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 انا مش هدخل حاسبات. طبعا انا احب اقول مجال الكمبيوتر خصوصا في الماركت مش هو بنسبة 100% اللي انت بتاخده في الكلية. تمام، تعالوا نقسم مجال الكمبيوتر كده في الماركت. انت عندك طريق من اتنين، طريق الامبيدد سيستمز وطريق بقى المايكرو كنترولرز ومش عارف ايه والكلام ده. ان انت مثلا تعمل مثلا ايه، يعني على سبيل المثال العربيات الحديثه، تمام، فيها نظام النافيجيشن سيستم، بيبقى جايبين بروجرامر عادي هو عامل مثلا البرنامج، تمام، بواسطه مثلا برنامج لغه برمجه السي اللي بينزل على شريحه الاي سي، تمام، اللي بيتحط مثلا في جهاز النافيجيشن سيستم. تمام، فانا استخدمت عقليه المبرمج اللي هو المفروض بينتمي لمهندسين الحاسبات، مهندس حاسبات، تمام، تخصص برمجه مايكرو كنترولرز، تمام، فان انا استخدمته في ان انا استخدم يعني ادخل جزء كمبيوتر في ديفايس اللي هي العربيه. تمام، ده نظام امبيدد سيستمز. تمام، انا عندي النظام الثاني على الناحيه الثانيه الاي تي انفورميشن تكنولوجي. تمام، ده نظام يعني ده مجال مكون من كذا مجال، يعني تحت الاي تي انت عندك النتورك، عندك الداتابيز، عندك البروجرامنج، عندك كذا مجال. تمام، تاني الحاسبات بتتكلم في الامبيدد سيستمز، يعني انت منهج الحاسبات لما بتاخده هتاخد فيه يعني اغلب اللي انت هتاخده هتاخد حاجات متعلقه بالامبيدد سيستمز. تمام، هتاخد مقدمه في النتورك، هتاخد مقدمه في الداتابيز، تمام، تاخد مستوى لا باس به من البروجرامينج من البرمجه. تمام، وبس ارجع واقول في النهايه ما تحطش الكليه، تمام، خصوصا في مجال الحاسبات ما تحطش الكليه حاجه كده ايه هي المين جول، يعني هي الحاجه المين جايد. تمام، دي الحاجه ايه ده انا هدرس حاسبات اشوف بقى انا هدرس ايه جوه الكليه، لا، في مجالات كتير جدا مش موجوده جوه الكليه، والمجالات الكتير جدا دي سوق العمل محتاجها. تمام، طب دلوقتي هنتكلم في كذا نقطه قبل ما نبتدي. يعني before getting started، يعني قبل ما نبتدي هنتكلم عن كذا حاجة، كذا نصيحة أنصحك بيها قبل ما تبتدي تسمع الفيديو، قبل ما ندخل في اللي أنا عايز أكلمكم فيه. تمام، أول حاجة ما تسمعش كلام اللي بيحبطك، اسمع كلام اللي يشجعك. تمام، يعني دايما كده مهندسين الاي تي، تمام، لان في مجالات في الاي تي فعلا زي النتورك مثلا، في ناس اول ما تشوف الاوفر فيو بتاع النتورك لا 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 لسه هدرس كل ده، لسه هدرس ازاي برمج راوترات وازاي برمج سويتشات وازاي اعمل ديزاين نتورك، ولو حصل بقى مشكله في نتورك من شركه مكونه مثلا من 40 دور هدور بقى على المشكله فين ومش عارف ايه والكلام ده، لا 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 مش هدخل في الكلام ده كله. تمام، دي ناس احبطت. تمام، دي ناس احبطت معايا. اول حاجه نصيحه يقولوها طيب يعني مهندسي الاي تي، don't listen to who frustrates you، do what you believe in، اعمل اللي انت عايزه، اعمل اللي انت مؤمن بيه. تمام، يعني مش عشان مثلا بابا قال لك والله ده انا ده ده ولا ماما قالت لك ده مهندس مدني ده شغل ما بيقعدش في البيت ومش عارف ايه وكلام ايه، ارمي كل الكلام ده ورا ظهرك، ارمي كل الكلام ده ورا ظهرك. لو دخلت مجال شغل قليل بس ابدعت فيه، حبك للمجال هيخليك تبدع، حبك للمجال هيخليك تبدع. لو ابدعت فيه فعلا مش هتقعد في البيت، بالعكس هتلاقي شغل، بالعكس هتلاقي هيحصل لك بروموشنز، يعني هتروح الشغل مثلا شغلك بدافع انك بتحب المجال ده، هتطور نفسك بدافع انك بتحب المجال ده، هتجتهد في شغلك، هتقدم حاجه كويسه. تمام، هتقدم الحاجه الكويسه دي بطريقه افضل
with more high quality افضل من واحد مثلا دخل المجال ده عايز يشتغل وخلاص فيه. تمام؟ فاياك تسمع كلام اي حد تمام بيحبطك. طب دي اول نصيحة. تاني نصيحة، بطل تضيع وقت. اكتر حاجة هتضيع وقتك الفيسبوك تويتر والمواقع الكوميونيكيتيف دي. تمام؟ يعني انت عندك اجازة دلوقتي، اجازة الكلية غير اجازة ثانوي غير اجازة اعدادي غير اجازة ابتدائي. اجازة ابتدائي وثانوي واعدادي عشان ترفه فيها نفسك، لكن اجازة الكلية انا طلعت من مود الكلية، تعالى بص انا عايز اكمل بعض الحاجات عندي الناقصة اللي الكلية عمرها ما هتديهاني. تمام؟ عشان اما اشتغل واما اتخرج يكون الحاجات اللي انا كملت نفسي بيها دي ما تمنعنيش اني الاقي وظيفة عمل كويسة. تمام؟ فتاني نصيحة، stop slacking off، make best use of your free time. تمام؟ طب تالت نصيحة، ابدأ ابني الكارير بتاعك دلوقتي. احنا كان في تالت نصيحة، ابدأ ابني الكارير بتاعك دلوقتي. يعني ايه يا باشمهندس؟ يعني على سبيل المثال انا كواحد تمام، اول ما دخلت الكلية اول حاجة فكرت اخدها كورس انجلش. دخلت دبلومه تبع جامعه كامبريدج، تمام، وهي اوثورايزد من جامعه كامبريدج، تمام، ودرست الدبلومه دي فضلت فيها من تقريبا 8 شهور، تمام، والحمد لله خلصتها والحمد لله فرقت معايا جدا 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 جدا. اما قررت ادرس النتورك، يعني انا بدرس في الـ في الـ انا بدرس النتورك، انا خدت سي سي ان اي سي سي حضر الام سي تي تبع مايكروسوفت، وهنتكلم عن الشهادات دي كلها مع مفرداتها معانيها، يعني الشهادات دي مع يعني ايه المنهج الشهادات دي بتقدمه، ايه فرصها في سوق العمل، نتكلم عن كل الكلام ده. تمام؟ بس انا ابتديت الاول اخد كورس انجلش. بعد ما خدت كورس الانجلش، تمام، ابتديت اخد بقى ادور على الناحيه التكنيكال. تمام؟ مثلا انت مثلا واحد بتحب البرمجه، خلاص قررت انك تخصص البرمجه، تقوم واخد كورس سي شارب، بعد كده فيجوال بيزك، بعد كده تاخد كورس مثلا في الجافا، هكذا. تمام؟ فابتدي ابني الكارير بتاعك من دلوقتي، ما تستناش اما تتخرج. انا افتكر موقف، اول مره رحت فيها الكليه خالص عشان يعني اسال على التقديم امتى، اول مره كان الكلام ده، انا مش من دفعتكم، انا من دفعه اعدادي السنه اللي فاتت. اول مره دخلت فيها الكليه قابلت واحد جاي يسحب ورق التخرج بتاعه، ده كان خريج حاسبات القسم اللي انا عامل الهلومه دي عشان. تمام؟ فبقول له يا باشمهندس اتعلمت ايه بالكليه؟ رد عليا انا ما اتعلمتش حاجه. ونصيحه يا ابني، ابتدي خد كورسات من دلوقتي، لانك هتشتغل بالكورسات، هتشتغل بالكورسات. تمام؟ انا اتخرج اهو، اتخرجت اهو ولسه هروح الجيش سنتين ثلاثه، وبعد كده هخرج اخلص جيش هبتدي اخد كورسات عشان اعرف اشتغل. ف دي عشانها انا كتبت النصيحه الثالثه. ستيب رقم ثلاثة، start building your career now. Don't wait for graduating to start thinking about what's next. ما تستناش عشان ما تتخرج عشان تفكر ايه اللي بعد كده. تمام؟ رابع نصيحة، دي بقى بقولها لكم، يعني لحظة، يعني دي بقولها لكم من واقع، انا نزلت اشتغلت في شركات اي تي وكده. ف رابع نصيحة، understand what market needs، افهم السوق عايز ايه. يعني مثلا انا مثلا بحب البرمجة، انا لقيت ان الشركات محتاجة مثلا برمجة المواقع الويب ديفلوبمنت او الويب بروجرامينج. تمام؟ فافهم السوق عايز ايه. حلو جدا. خامس نصيحة، ما تركزش على الكلية بنسبة 100%. ما تقولش اصل انا لما اتخرج من الكليه هعرف اشتغل، لا يمكن، خصوصا في مجال الحاسبات. يا ابني ده انت اللي بيروح روح لقسم عماره او قسم مدني، هو بيقول والله ده انا في الاجازه هنزل اتمرن في شركه المقاولين العرب، شركه اشرف زايد، شركه مش عارف مين. تمام؟ المهم يكون عنده مكان خارجي يتمرن فيه، ويروح ياخد كورس اوتوكاد، يروح ياخد كورس مش عارف ايه. تمام؟ لان الكليه مش هتديك كل حاجه، والصراحه بامانه الكليه مش هتديك اي حاجه، خصوصا في مجال الكمبيوتر، لانك لما تنزل تشتغل
مثلا انت مثلا اشتغلت في شركه فودافون في قسم الاي تي داتا سنتر، تمام، هتلاقي معاك مهندسين يتقالوا يا باشمهندس ومعاه معاه شهادات من شركات زي مايكروسوفت وساسكو وكده، تمام، بس تلاقي السي في بتاعه هو خريج تجاره، تمام، خريج تجاره، يعني هو مش مهندس. فانت ما تركزش على الكليه بنسبه 100%، يعني امتياز في الكليه كويس والله وكل حاجه ويجيب لك احترام اخر منجهة يعني، بس مش هيفرق معاك في سوق العمل. اما تروح لامبلوير، اما تروح لشركه، الامبلوير او المدير هيقعد قدامك مش هيقول لك انت خريج ايه قد ما يقول لك انت بتعرف تعمل ايه. فانا مثلا يقول والله انا اقول له ده انا خريج حاسبات ونظم او خريج اتصالات، فمش هيقول لك ايه ده برافو، طب يا فلان موظف بقى عنده عين لي فلان كذا في الوظيفه كذا عشان هو خريج مش عارف ايه. لا، سوق العمل زمان غير دلوقتي، هو ما بيفهمش باللغه دي خلاص، اللغه دي اختفت، تمام. فخمس نصيحه دي اهم نصيحه، اياك اياك تركز على الكليه بنسبه 100%، يعني ما تخليهاش هي البيج دريم بتاعك، تمام. لا طب تمام، يبقى don't have your heart set on your college only, you'll fail. تمام، اخر حاجه، who has more passion of what he do has a priority to get promoted faster. دي معناها ايه؟ دي معناها اللي انت اللي بيبقى عنده حب حب واشتياق كده، يعني يكون في غرام كده ما بينه وبين المجال اللي بيشتغله. في ناس بيشتغلوا في مجال البروجرامينج او مجال النتورك او مجال الداتابيز او كده، بيعشقوا المهنه وبتلاقيه متطور متطور. يعني النهارده مثلا سيسكو، هو خد مثلا شهادات من سيسكو، سيسكو بعد 3 سنين حدثت الشهادات دي، ولازم اللي واخد الشهادات القديمه يحدث، هو بيحدث على طول، هو كل يوم بيقعد مثلا يشوف معلومات جديده واخبار جديده من المهندسين اللي شغالين معاه في نفس المجال على مستوى العالم، تمام، وبيتنقل المعرفه، يدخل على موقع الفلاني عشان يعرف معلومه زياده ولا حاجه، تمام، هو كده، تمام. فبيقول has a priority to get promoted faster، يعني عامل من عوامل الترقيات في الشركات. انا برقي بختار العوامل الفاكتورز، بشوف مثلا مهندس عايز ارقيه لحاجه اعلى، تمام، قدامي مثلا 5 مهندسين، انا بشوف اكتر مهندس عنده حب للمهنه بتاعته، لان اللي عنده حب للمهنه بتاعته حبه للمهنه هيجبره ان هو يجتهد فيها ويطلع افضل ما عنده فيها، تمام. خلصت ال6 نصايح دي. طب نبتدي. طب دلوقتي احنا اتكلمنا، عايزين نبني الكارير بتاعنا in a professional way، يعني نبني الكارير بتاعنا بطريقه محترفه، طريقه اللي حتى اما مهندسين الاي تي على مستوى العالم قالوا لك اما تحب تشتغل وظيفه كويسه، تمام، احتمل 3 حاجات. اول حاجه اللانجوج، قوي لغه اللغه الانجليزيه عندك، يعني اللغه الانجليزيه رقم واحد، الانجليزي رقم واحد على مستوى العالم، هي اللغه الرسميه للبيزنس ماركت، تمام. انك تكون عندك لغه ثالثه، يعني انت مثلا عندك عربي عندك انجلش، انك تكون عندك لغه ثالثه كويس، بس مش ضروري، يعني مش ضروري معاك فرنساوي اسباني مش عارف ايه، انت راجل مش فاضي، يعني انت كفايه عندك الانجلش، تمام. طب تاني حاجه، وانا عملتها في النص، تمام، لانها فعلا كده الناس بتفكر في اللي فوق وبتفكر في اللي تحت. الناس بتفكر في اللي فوق اللانجوج، انا لازم يكون معايا لغه، بتفكر في اللي تحت التكنيكال سكيلز، تمام، لكن ما بتفكرش في اللي في النص السوفت سكيلز. يعني انت ما تيجي تروح ل مثلا شركه، انت مثلا مهندس شبكات، قدمت على وظيفه في بنك او قدمت على وظيفه في شركه كبيره، تمام، الشركات ما بقى انت ما بتروحش تكون انت مهندس الشبكات الوحيد، لا، انت بتروح بتدخل في فريق، ده مثلا فريق الاي تي، فريق اي تي مكون من مهندس شبكات او 2 مهندسين شبكات، تمام، مهندس مثلا قواعد بيانات، مهندس سيرفر، مهندس مش عارف ايه. فانت بتشتغل في وسط ناس، ما بتشتغلش لوحدك، فلازم يكون عندك اول حاجه كان ان انت يبقى عندك هاي كوبريتيف سبيريت، يعني عندك روح العمل الجماعي، تمام. لو انت ما عرفتش تشتغل وسط مجموعه مش هتلاقي شغل، تمام. تاني حاجه، ان انت تعرف تشتغل تحت ستريس، يعني انك يعني انت مش معيار مهارتك لدى الشركه او لدى المكان اللي انت بتقدم فيه، مش معيار
المهاره اللي انت بتعرف تعمل حاجه دي كويس قوي او لا. لا، هل انت بتعرف تعمل حاجه كويس دي تحت ضغط؟ تحت ضغط فعلا. يعني الشركه مثلا اما تكون في موسم بقى، موسم الشغل بقى كان زياده وكل حاجه، هل هتعرف تشتغل؟ هل مهارتك دي، مهارتك دي هتعرف هتعرف تظهرها؟ ده عامل مهم جدا من العوامل اللي يعني اصحاب الوظائف، اصحاب الشركات، المديرين بيعملوا انترفيوهات وكده، تمام، بيبص لها، تمام. فلازم يكون عندك روح العمل الجماعي، لازم يكون عندك قدره على انك تشتغل تحت ضغط، تمام. التكنيكال سكيلز، ايه الحاجات بقى اللي انت بتعرف تطبقها؟ طب والله انا دلوقتي ظبطت، انا اخدت كورسات في اللانجوج، انا اخدت كورسات في السوفت سكيلز. على فكره يا جماعه، انا الدبلومه اللي انا حضرتها كانت فيها لانجوج وفيها سوفت سكيلز، يعني انا خدت فيها انجلش كونفرزيشن اربع فور ليفلز، اربع ليفلات، خدت فيها جنرال 12 مستوى، خدت فيها خدت فيها سبيكينج، خدت فيها فوناتكس يعني الصوتيات، انك تعرف ازاي تنطق كلمه وكده، خدت فيها سوفت سكيلز هي دي، وخدت فيها بزنس انجلش. سوفت سكيلز زي ما قلت لك بتعلم ازاي، بتتعلم الكواليتيز اللي تخليك تعرف تشتغل في مكان. يقول لك مثلا بتيجي مثلا يعني على سبيل المثال يقول لك يعني في سوفت سكيلز كان في درس كده ازاي تدي فيدباك، فيدباك يعني ازاي تدي تعليق. يعني انت مثلا لو زميلك في الشغل راح عمل مصيبه، غلطه في الشغل كانت مصيبه، بيعلمك ازاي تدي له التعليق. يقول لك ما ينفعش انك تقول له ايه ده؟ ايه اللي انت عملته ده؟ لا ما ينفعش. بيديك اسلوب كذا جمله، اختار جمله منهم. يعني تقول له مثلا طب انت شايف مش كان الاحسن ان احنا كنا نعمل كذا؟ حسسه بخطأه بس من غير ما تقول له صراحه انت غلطت. دي مبادئ في السوفت سكيلز، انك تعرف تتعامل. المدير بيبقى مهم عنده انت بتعرف تتعامل مع زمايلك ازاي، عشان هو مش فاضي ان هو كل شويه يلاقي شكوى من زميل على شكوى من زميل على كذا. لا، انت بتعمل، انتوا كلكم بتشتغلوا في مكان واحد، فلازم تأدوا بانسجام، تأدوا شغلكم بانسجام، تمام. حلو قوي. التكنيكال سكيلز، الحاجه اللي انت بقى بتعرف تعملها. انا مثلا بعرف اعمل مثلا برامج برمجه، اعرف اعمل بيانات، اعرف اعمل كذا، اعرف اعمل كذا، تمام. انا متخصص مهندس حاسبات، مهندس كمبيوتر. مهندس كمبيوتر يا جماعه مش مهندس كمبيوتر كده بس، لا، انت بيقول لك انت بتعرف تعمل ايه. يعني مهندس كمبيوتر ده مش حاجه عامه، يعني هي حاجه عامه بس مش حاجه خاصه. يعني مهندس كمبيوتر بيندرج تحته مهندس شبكات، مهندس قواعد بيانات، مهندس برمجه، برمجيات، مهندس امبيدد سيستمز، تمام كده، تمام. فعشان يبقى عندك تكنيكال سكيلز لازم يكون معاك تكنيكال سكيلز، تمام. اللي هي مثلا انا والله مثلا خريج، انا مهندس مدني، ايه التكنيكال سكيلز اللي معايا؟ ان انا بعرف اعمل، بعرف اصمم الاساسات بتاعت العمارات ومش عارف ايه، دي التكنيكال سكيلز. فانت كمهندس كمبيوتر، انا مثلا متخصص في الشبكات، فانا بعرف مثلا اعمل كونفيجر او برمجه للراوترز والسويتشز والفاير وولز والاي اس بي، تمام. فدي تكنيكال سكيلز. يبقى عندك لانجوج، سوفت سكيلز، تكنيكال سكيلز، جراديويشن سيرت، سيرت سيرتيفيكيشن، شهاده جامعيه، ثرو ات اواي، ارميها مش هتحتاجها. يعني انا انصحك انت ما تيجي تروح، يعني اللي يقول لك والله ده يعني شهاده الكليه مفيده وكل حاجه، بس مفيده انك تعلقها في البيت، لكن انك تشتغل في شركه، تمام، خصوصا شركه بروفيشنال في الاي تي، لا، مش هيقول لك والله ده انا ده مش هيقول لك والله الشهاده الجامعيه بتاعتك فين، لان في ناس وصلت لمراكز كبيره جدا، تمام، وهي خريجين تجاره واداب وحقوق. طب حلو قوي، مع اي تي سيرتس، معاك شهادات في الاي تي، طب يبتدي بقى اوكي ليت اس تيست يو، سيبنا نختبرك، تمام. انت بتروح، تقدم السي في بتاعك، بيكون متحضر فيه انت مثلا سطر كاتب فيه انا خريج هندسه عين شمس قسم حسابات ونظم، تاني سطر انا معايا مثلا شهادات من سيسكو في كذا ومن مايكروسوفت في كذا، وبعرف اعمل كذا وكذا 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 وكذا. دي اللي بيعينك بيبص فيها، لكن ما بيبصش انت والله خريج مش عارف ايه، هو ما بيبصش، هو بيبص انت بتعرف تعمل ايه. ساعتها هيدخلك على في الانترفيو، لازم يكون في اختبار لغه، في اختبار سوفت سكيلز، وهو عندك اختبار تك سكيلز. فانا عشان كده قسمتهم لك، تمام. ندخل في الحاجه اللي بعدها. احنا في الفيديوهات دي هنكفر ايه؟ هنتكلم عن ايه؟ هنتكلم عن انترنت وركينج، هنتكلم عن انفورميشن سكيورتي، هنتكلم عن البروجرامينج، تمام؟ يعني لو الوقت ساعنا ممكن نتكلم عن اقسام اكتر، بس احنا يعني انا خدت اكتر ثلاثه انا من وجهه نظري مطلوبين،
وفي ناس تقول لي والله، الناس المطلعه بقى، في ناس تقول لي والله الداتا بيز مطلوبه اكتر من البروجرامنج. اقول له صح، كلامك صح، بس في دول الخليج مطلوب داتا بيز، داتا بيز تمام، ناس بتعرف تكاري الداتا بيز من اوراكل بقى، سيكوال او كده. لكن لو بصيت في اوروبا وامريكا وكده، عندهم نقص شديد جدا في البروجرامرز تمام. زائد انا اخترت البروجرامنج لان انا عندي خلفيه عنها، لكن انا الداتا بيز ما عنديش خلفيه عنها قوي. يعني انا مملكه، لو مثلا في ناس طلبت مني اعمل على الداتا بيز وكده، فانا بعمل ايه؟ بسال ناس مهندسين انا اشتغلت معاهم، فانا اشتغلت مع مهندسين قواعد بيانات. اه والله، طب انا عايزك تعمل لي ريبورت صغير كده داتا بيز الشركات اللي بتقدم خدمه الداتا بيز، مثلا شركه اوراكل. يعني انت بتيجي تتكلم على داتا بيز مفيش غير اوراكل تمام. طب انا عشان اماستر احترف الداتا بيز اخد ايه؟ اعمل كذا 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 تمام. فانا ما عنديش الخلفيه عن داتا بيز قد ما انا عندي عن البروجرامنج، وعندي خلفيه طبعا في الانترنت وركينج، اللي هو نتورك. يعني انا بحضر شهادات فيه، والانفورميشن سكيورتي. انفورميشن سكيورتي يعني ان شاء الله انا كاحمد رافت، انا الكارير بتاعي في الانفورميشن سكيورتي. طب هيقول لي، طب انت، طب ايه اللي خلاك تدخل في النتورك؟ اقول لك، اصل عشان تدخل في النتورك ده باينه لك في الانفورميشن سكيورتي، قصدي عشان تدخل في الانفورميشن سكيورتي لازم تكون ماستر، يعني لازم تكون محترف في النتورك تمام. حلو، اوكي. انترنت احنا بنتكلم الاول، عشان نتكلم قبل ما ندخل في الانترنت ورك لازم نتكلم ليه الشبكات ظهرت، يعني ايه سبب ظهور الشبكات. والله كويس، ظهرت الشبكات من عام 1968 تمام. وفي ناس بتقول لها هي ظهرت قبل كده، بس يعني 1968 بدأت تظهر الشبكات تمام، في اطار الحرب البارده ما بين الولايات المتحده والاتحاد السوفيتي. في منظمه اسمها دي او دي تمام. يعني انا برضو عايز اعرف بس، يعني انا مش فاكر اختصار لايه بالظبط تمام. دي او دي عملت اطار تمام لتكنولوجيا النتورك، اطار الشبكات. ان انا مثلا عندي جهاز، يعني مثلا كانوا بيستخدموه في المراسلات العسكريه تمام. فانا مثلا عندي مؤسسه تمام في الجيش الامريكي فيها ملفات مهمه جدا، فطبعا هم كانوا في الفتره دي لسه الكمبيوتر مخترعينه وكانوا بيستخدموه تمام. فوالله انا دلوقتي عشان خطر ان ارسل رساله مهمه جدا من كمبيوتر لكمبيوتر موجود في مبنى تاني تمام، انا بقى بعمل شبكه تربط المبنى ده بالمبنى ده، اقدر اعمل اتصال ما بين الكمبيوتر انا عايز ابعت منه البيانات، الكمبيوتر انا عايز ابعت له البيانات. طب انت مش فاهم، تعالى افهمك. يعني سيبك من الهيستوري، سيبك من الباك ستوري تمام، تعالى نتكلم في الوقت الحاضر. الشبكات ظهرت ليه في الوقت الحاضر؟ تعالى مثلا انا في شبكه انا مصممها على الباكت تريسر هنا. مثلا انا عندي شركه تمام، الشركه دي مثلا مكونه، ونتخيل ان دي اوضه تمام. الشركه مكونه مثلا من 5 ادوار تمام. اول دور موجود في السيلز اللي هو المبيعات، دي اوضه مثلا في السيلز. الاتش ار دي اوضه تمام. الاتش ار يعني دي اقسام، يعني لما تيجي تقدم على وظيفه او كده، اللي بيشوف، اللي بيعمل، اللي بيبص على السي في بتاعك بتاع الاتش ار تمام. فمثلا انا عندي بتاع اوضه اتش ار، عندي اوضه للسيلز تمام، اوضه ثانيه بقى للمانجمنت، طب اوضه ثالثه للاي تي تمام. فرضا نتكلم على الاوضه بتاعت السيلز. الاوضه بتاعت السيلز دي فيها جهاز كمبيوتر الثاني والثالث، فيها جهاز كمبيوتر، فيها جهاز ثاني، فيها جهاز ثالث. ده قاعد عليه موظف، ده قاعد عليه موظف، ده قاعد عليه موظف تمام. دلوقتي في السيلز مبيعات، يعني انا مثلا عايز اطبع، عايز اكتب تقرير عن الحسابات في الشهر رقم شهر 3 شهر مارس تمام. انا عايز اطبع، طب يعني احنا محتاجين طبعه. هل كل موظف اجيب له طبعه عشان هو عايز يطبع، ولا اجيب طبعه مركزيه تمام، اجيب طبعه مركزيه بحيث ان الثلاثه دول كلهم يشتركوا في الطبعه دي. ففرضا انا عندي اربع اوض، عندي مثلا عندي اربع اوض في الدور الواحد في الشركه، اوضه خاصه بالمبيعات، اوضه خاصه بالاتش ار، اوضه خاصه
العلاقات العامة وده خاصة مش عارف بإيه، تمام؟ هل لو مثلا كل أوضة فيها 4 أجهزة، يبقى هما مثلا 5 أوض في الدور، كل دور 4 أجهزة، هل كل جهاز جنبه طالعة؟ لا. النتورك ظهرت إن أنا بقى بدل مثلا، يعني على سبيل المثال تعال مثلا نضيف طبعا مثلا، تمام؟ طبعا، تمام؟ عملت إيه؟ أنا رحت جبت طبعة، تمام؟ أهي في الأوضة دي، تمام؟ إيه اللي حصل؟ وصلت الطبعة دي بال مثلا أهو، تمام؟ أنا وصلت الطبعة دي بالسويتش. السويتش ده في منه ناس كتير يعني في ناس كتير تعرفه، الراوتر، ناس سمعت عن الراوتر، ناس سمعت عن السويتش، هنتكلم عن السويتش والراوتر لاحقا يعني قدام، تمام؟ أنا رحت جبت جهاز مركزي. انا عملت الشبكه دي ازاي؟ انا جبت جهاز مركزي وصلت بيه الجهاز رقم 1، جهاز رقم 2، جهاز رقم 3، وصلت بيه الطبعه. فالجهاز رقم 1 عايز يوصل للطبعه بيخش للطبعه عن طريق الجهاز المركزي ده اللي هو السويتش. فالجهاز ده عايز يوصل للطبعه يخش عن طريق الجهاز ده، والجهاز ده عايز يخش عن طريق الجهاز ده. فانا قدرت عن طريق النتورك اعمل ريدكشن في الفاينانشال كوست. بدل مثلا انا عندي مثلا في الشركه 400 جهاز ومقسمين على مثلا، يعني على سبيل المثال انا عندي في الدور 40 جهاز، تمام؟ مقسمين على 8 اوض، كل اوضه فيها 4 اجهزه. فبدل ما اجيب لكل جهاز طبعه، بجيب طبعه للجهاز الواحد. اقول لك حاجه، انزل اي بنك، اطلع الدور الثاني او الثالث، تمام؟ ادخل اوضه العلاقات العامه هتلاقيهم كده، هتلاقي فيه طبعه مركزيه محطوطه و الموظفين كلهم بيشتركوا في الطبعه دي، كل اوضه جواها طبعه. فانا بدل مثلا ما مثلا 40 جهاز مقسمين على 8 غرف، كل غرفه فيها 4 اجهزه، فبدل ما اجيب بقى 40 طبعه بقيت بجيب 8 طبعات، كل اوضه فيها طبعه، قدرت اقلل في الفاينانشال كوست. طب تمام، حلو قوي. نرجع للسلايدز. احنا اتكلمنا دلوقتي عن سبب ظهور النتورك. What's a simple network definition, overview and design. اتكلمنا عن الكلام ده، يعني احنا عرفنا النتورك معناها ايه، اتصال ما بين الاجهزه. الاوفر فيو اتكلمنا عن النتورك، مثلا انا عايز اعمل مثلا خدنا مثال الطبعه عشان نقلل الفاينانشال كوست، التكاليف الماليه. واتكلمنا الديزاين، تمام؟ بيبقى شكلها عامل ازاي؟ انا جايب جهاز مركزي، انا جايب جهاز مركزي وصلت بالاجهزه دي عشان اعرف اوصل للطبعه دي. طب تمام، ده ايه ده؟ داخل الاوضه الواحده، فدي مثلا اوضه تانية، فبجيب برضو طبعه واحطها، تمام؟ حلو قوي الكلام، مفيش ادنى مشكله. تمام، احنا اتكلمنا عن اول وثاني جزئيه. ثالث جزئيه، networks the solution for most companies to increase productivity. الجزئيه دي مهمه جدا جدا جدا، دي هتدخلك على حاجه بتتكلم فيها مايكروسوفت، حاجه متخصص فيها مايكروسوفت، وهي سيرفر. لفظ السيرفر، اكيد انت سمعت السيرفر ده كتير، قريته كتير، كنت تدخل على اليوم السابع مثلا لقيت والله السيرفر از داون، تمام؟ او جيت مثلا انت اطلع اوف لاين مثلا اقفل الراوتر وادخل على الفايرفوكس، تمام؟ فيقول لك والله ده مفيش سيرفر، تمام؟ ايه السيرفر ده؟ ايه اللفظ بتاع السيرفر ده؟ دلوقتي عشان يعني السيرفر ده جهاز بس، جهاز عالمي، جهاز خرافي، جهاز اسطوري. اقل سيرفر بيعمل له في حدود 50000 دولار، 50000 جنيه، تمام؟ يعني انا مثلا ما كنت بشتغل في صيانه الكمبيوتر واللابتوب، كان جالي سيرفر كان عايز له فقط باور سبلاي. الباور سبلاي جبناه مستعمل لان الشركه كانت بخيله شويه، جبناه مستعمل كان ب 5000 جنيه الباور سبلاي ده، تمام؟ فالسيرفر ده جهاز، هو نفس شكل الكيسه، نفس شكل كيسه الكمبيوتر، بس جهاز خارق امكانياته. مثلا اقل رامات فيه مثلا مش اقل من 20 جيجا. الهارد بالتيرا بقى، مثلا انت هتلاقي هارد مثلا في سيرفر هارد 10 تيرا، في هارد 40 تيرا، تمام؟ تلاقي البروسيسور بتاعه مش بقى ايه، مش كور اي 7، لا ده في اكتر من 20 كور، تمام؟ احنا اتكلمنا عن الكونسبت اللي اسمه السيرفر، تمام؟ دلوقتي لو انت عايز تدخل
على موقع الويب بيج الويب، تمام؟ مثلا دخلت مثلا اهو موقع، تمام؟ انا فتحت مثلا اليوم السابع، تمام؟ هو انا لما دخلت على اليوم السابع الصفحات دي جايه فين؟ متخزنه فين؟ الصفحات دي متخزنه، الصفحات دي متخزنه، لا حول ولا قوه الا بالله، 98 210 تمام. تاخدوش بالك طبعا. الصفحات دي متخزنه في جهاز، في جهاز اسمه سيرفر. جهازك لما بتيجي بتكتب اسم الموقع بيقوم الجهاز بتاعك ناطط على السيرفر ده، بياخد منه بيعمل داونلود للصفحات دي وبيدخل عليها، بتعمل فيها نافيجيشن عادي، تمام؟ دلوقتي هنقول سيناريو، تمام؟ يعني انا عرفتك السيرفر ده يعني على سبيل المثال، طب تعالى اعرفه كده على الباكت تريسر، تمام؟ انا مثلا انت الجهاز بتاعك اهو، تمام؟ السيرفر ده عامل ازاي؟ اللي عليه الموقع مثلا بتاع اليوم السابع، انا مثلا ده شكل السيرفر، تمام؟ اهو ده شكل السيرفر، وصلته بالسويتش، تمام؟ وصلته بالسويتش، ادي شكل السيرفر. اللي بيحصل ان انت الجهاز بتاعك بيقوم داخل على السيرفر ده، ياخد منه ويب، يداونلود الويب، الصفحه بتاعت الويب، وانت تدخل عليها وهكذا، تمام؟ فهل السيرفر بيستخدم بس في الويب بيج؟ لا، تمام؟ السيرفر بيستخدم في الشركات الكبيره زي مثلا شركه فودافون، تمام؟ شركات كي داتا، بتلاقي مثلا جوه الشركه، تدخل في الشركه تقول له بعد اذنك يا باشمهندس فين اوضه السيرفرات؟ تلاقي السيرفر محطوط في اوضه، تمام؟ السيرفرات من استخداماتها الويب، في سيرفرات تانية مستخدمة على سبيل المثال الناس اللي بتلعب الجيم رينجر، جيم رينجر، اللي بتحب تلعب ريد اليرت، اللي بتحب تلعب كول اوف ديوتي اونلاين. ما فكرتش انت بتلعب اونلاين ده ازاي؟ انت كل اللي بيحصل ان انت مثلا فلان اهو بيلعبك وفلان اهو بيلعبك، انت يعني انت اهو وفلان اللي انت بتلعبه، انتوا الاثنين بتلعبوا على جهاز خارجي، خارج جهازك وخارج جهازه، اسمه السيرفر، تمام؟ والسيرفر بيبعت لك بيانات ليه وبيانات ليه، بيانات ليه، بيانات ليك انت وبيانات ليه، وهكذا، تمام؟ ده بيسموه اونلاين جيمنج سيرفر. في سيرفر تاني بيستخدم في ايه؟ مثلا لو انا عندي في شركه 40 جهاز، 40 جهاز، تمام؟ فانا بدل مثلا معرض ان انا كل يوم تحصل لي مشكله في جهاز من ال 40 جهاز دي، دول موظف كلمني، والله يا باشمهندس، كلم موظف الاي تي بقى، والله يا باشمهندس ده انا عندي مشكله في الجهاز الفلاني، ايه يا عم اللي بيحصل معاك؟ كل ما يدخل على الويندوز يجيب لي شاشه سوداء، تمام؟ ده معناه مثلا الويندوز مثلا عايز يتاكتف، فبدل ما المهندس بتاع الاي تي ينزل للدور اللي فيه او المكان اللي فيه الجهاز، لا هو بيعمل ايه؟ مش الاجهزه ال 40 جهاز دول اتفقنا ان هم دام جوه شركه بيبقوا متكريتين على نتورك، السيرفر ده برده مش داخل على نتورك، هو بيقعد المهندس الاي تي بيقعد على السيرفر ده، عن طريق السيرفر ده بيدخل على الجهاز ده ويعدل فيه براحته، يدخل فيه براحته. الناس لو حبيت مثلا تطبق النظريه دي، نزل برنامج اسمه تيم فيور، وابحث عن تيم فيور، بيتحلك التحكم عن بعد. يعني على سبيل المثال انا ما كنتش شغال في الصيانه، كان الشركه اللي انا كنت بشتغل فيها كنا بنوفر خدمه صيانه عن بعد. يعني انت بدل ما تجيلي عايز تسطب ويندوز عندي، انا ممكن اسطب لك ويندوز وانت قاعد في البيت عن طريق مثلا برامج زي تيم فيور مثلا، تمام؟ مش ويندوز يعني، بس انا مثلا عندك مشكله في، عندك فيروس، عندك كذا، عندك كذا، مشكله اي مشكله، مشاكل سوفت وير، اقدر اتحكم لك انا عن طريق عن بعد، اقدر اتحكم بيها عن بعد، اقدر احلها لك وانت قاعد في بيتك وانا قاعد في المكتب، تمام؟ او قاعد في الشركه، تمام؟ تتحكم عن بعد، تمام؟ فهي بالظبط كده، انا موظف مثلا، موظف الاي تي قاعد في الدور العاشر، ففي جهاز في الدور الثاني حصل فيه مشكله، هل اضطر انزل له؟ لا، انا ببقى قاعد على جهاز اسمه السيرفر، تمام؟ بتحكم عن طريق السيرفر ده بال 40 جهاز اللي موصلين في الشركه كلها، فتحت دخلت على الجهاز الفلاني، تمام؟ عدلت، حليت المشكله وطلعت، وهكذا. طب نتكلم عن سيناريو مهم جدا بقى، تمام؟ في راجل غلبان عمل شركه وتعب فيها 10 سنين شغال، لحد ما الشركه دي كبرت وبقت من اكبر شركات الاستيراد والتصدير في مصر، في مصر، في الشرق الاوسط، في العالم كله، تمام؟ لاحظ الراجل ده، لاحظ الراجل ده ان مثلا قسم المبيعات، تمام؟ موظف، كل موظف مثلا من قسم المبيعات بيحتاج مثلا ملف من قسم المانجمنت، قسم الاداره، تمام؟ فقسم المبيعات في الدور الثاني،
تمام. تعال ندخل مثلا على برنامج عشان نمسح ده. تمام. ادي مثلا الشركه اهي، عذرا على الرسم الجميل ده. تمام. انا موظف قاعد في الدور ده، انا موظف قاعد في الدور ده. تمام. فالموظف اللي قاعد في الدور ده اللي هو مثلا بتاع السيلز احتاج ملف، فطلع للدور الثالث. تمام. طلع للدور الثالث بتاع المانجمنت. تمام. والله انا عايز منك ملف خاص بالمناقصه بتاعه الارض الفلانيه في كذا حاجه بيزنس بقى. تمام. فالموظف ده لو عنده ضمير، لو عنده ضمير، تمام، وطلع الدور الثالث قاعد عند الموظف اللي زميله اللي عايز ياخد منه ملف، وبال بقى بياخد كوبايه الشاي وبتاع لحد ما يجيب له ملفه وينزل، تمام، ويقعد على المكتب ينتخ شويه وبعد كده يبتدي يشتغل، يضيع له فيها نص ساعه، يضيع له فيها نص ساعه. النتورك حلت المشكله دي ازاي؟ حلت المشكله ببساطه جدا. انا حطيت كل الملفات بتاعت الشركه في جهاز مركزي اللي هو السيرفر. انا الموظف قاعد في الدور الاولاني فليه جهاز، فراح دخل حب مثلا يحتاج ملف فلان، فراح دخل على السيرفر، بيبقى ليه اكونت باسورد بيوزر نيم بالباسورد، دخل على السيرفر خد الملف بتاعه وطلع من السيرفر، لوج ان، خد الملف، لوج اوت، طلع. تمام. لو هو ما عندوش ضمير هيضيع العمليه دي، هيضيع في العمليه دي 5 دقائق. تمام. فانا قدرت عن طريق النتورك ان انا اعمل ريدكشن في الفاينانشال كوست، ان انا مثلا مثال عليها الطبعه. تمام. قدرت ان انا اوفر في الوقت اللي بيضيعه الموظفين بتوعي. تمام. في حاجه ثالثه، تمام، ان انا مثلا موظف عايز ابعت لموظف ملف مهم بقى. تمام. فاللي بيحصل ايه؟ الموظف ده بيرفع الملف هنا على السيرفر، والموظف ده داخل على السيرفر واخد الملف ده. العمليه دي ما بتاخدش 5 دقائق، ما بتاخدش 5 دقائق. دي النتورك، دي النتورك. انا ربطت اجهزه، تربيط اجهزه، كوميونيكيشن بتوين مور ذان ديفايس. تمام. انترنت وركس ايكوالز ا نمبر اوف نتوركس انفولد. طب دي معناها ايه؟ ايه بقى مفهوم؟ احنا كل ده كنا بنتكلم عن نتورك، ايه مفهوم الانترنت وورك؟ ببساطه جدا، ببساطه جدا، عندنا في النتورك، النتورك كذا نوع. تمام. في نوع اسمه لان، في نوع اسمه وان. ايه اللان ده؟ اللان ده زي الحته دي برضه يا باشمهندس، انا مش فاهمك. اللان اختصار ل لوكال اريا نتورك، شبكه محليه. تمام. احفظ قاعده، لو انت عايز تدخل بقى في النتورك احفظ القاعده دي. طالما انا ربطت اجهزه بسويتش، ده اسمه سويتش. تمام. انا كده بلعب في نطاق محلي، في نطاق محلي. على سبيل المثال مكتب، مكتب. تمام. انا عملت فيه شبكه ما بين جهاز رقم 1 و2 و3 و4، شركه عملت فيها شبكه ما بين الادوار بتاعت، عشان كل دور فيه 10 اجهزه، فعملت شبكه ما بينهم. تمام. ده اسمه شبكه محليه. انا ما خرجتش بره نطاق الشبكه دي، رحت الانترنت مثلا، او ما خرجتش بره نطاق الشركه دي. مثلا هي عندها فرعين، فرع في المعادي وفرع في حلوان. تمام. فانا ما خرجتش من فرع المعادي رحت فرع حلوان، اصل لو خرجت من فرع المعادي رحت فرع حلوان انا كده بلعب في الوان، وايد اريا نتورك. تمام. انا كده بلعب في الانترنت. فالانترنت وركس، تمام، نقدر نقول it consists of more than a network. تمام. يعني الانترنت ورك عباره عن تربيط كذا نتورك مع بعض. السويتش مسؤول اللي هو يربط لك كذا جهاز مع بعض. الراوتر بقى مسؤول انه يطلعك لو انت بقى احتجت. طب فرضا انت موجود في النتورك دي، انت احتجت مثلا، يعني على سبيل المثال انا مثلا ادي الراوتر اهو. تمام. جبنا سويتش وصلنا. تمام.
الجهاز. في قاعدة، انت مثلا انت قاعد في الجهاز ده محتاج بيانات من الجهاز ده، تمام؟ ده على فكرة ابسط مثال للانترنت، تمام؟ الراوتر بيعتبر بمثابة الديفولت جيت واي، البوابة بتاعتك، يعني طالما انت في النتورك حدودك الراوتر، لو انت خرجت من الراوتر يبقى انت خرجت النتورك التانية غير اللي انت موجود فيها. فاذا القاعدة ان دول كلهم نتورك واحده لوكال اريا كونكشن، لكن لو انا خرجت من الراوتر، تمام، خرجت بره النتورك بتاعتي عن طريق ايه؟ عن طريق سويتش؟ لا، عن طريق راوتر، تمام؟ عشان عايز اروح للجهاز ده يبقى انا خرجت من نتورك تانيه، تمام؟ النتورك دي مربوطه بالنتورك دي، اي لا ايوه موجوده مربوطه فعلا بالنتورك دي عن طريق الراوتر اهو، تمام؟ ما هو السلك اهو رايح للسويتش، السويتش رايح للراوتر وهكذا، تمام؟ دي بقى اسمها انترنت. انا ربطت النتورك الكبيره دي بالنتورك الصغيره دي، ربطت كذا نتورك مع كذا نتورك مع بعض، عملت مصطلح اسمه انتر نتورك. يا رب يكون مفهوم. طب تمام، اتكلم في ايه تاني يا باشمهندس؟ النتورك موجوده حواليك، يعني على سبيل المثال الانترنت، الانترنت ده الديفينيشن بتاعه نتورك اوف نتوركس، تمام؟ يعني انت عشان توصل، يعني على سبيل المثال، مش احنا اتفقنا ان كل نتورك نهايتها الراوتر، البوابه بتاعتها الراوتر؟ والله ايوه فعلا يا باشمهندس، تمام. طب تعرف بقى ان انت عشان مثلا تروح للفيسبوك، الفيسبوك مش موقع، وقلنا الموقع بيتحمل على سيرفر، تمام؟ عشان تروح للسيرفر بتاع الفيسبوك انت بتعدي على كذا راوتر، يعني انت بتعدي على كذا نتورك. طب فين الدليل؟ تعال اوريك الدليل، تمام. انا مثلا دوست ادي كليك يمين ران سي ام دي، تمام، كتبت امر اسمه بسم الله الرحمن الرحيم، تريسر تمام. ده امر بيبين لي انا بعدي على كام راوتر وانا رايح للفيسبوك، تمام. فهو دلوقتي بيحسب انا بعدي على كام راوتر، تمام، قبل ما يخلص البروسيس دي، تمام، عشان اثبت لك اللي انت النتورك دي انت بتستعملها وانت قاعد، انت عشان تدخل على الموقع الفلاني بتنط من النتورك بتاعتك، تخرج لنتورك فلانيه، نتورك ثانيه، نتورك ثالثه، لرابعه، لخمسه، هكذا، تمام. دلوقتي هل انت حبيت النتورك؟ طب انا كلمتك مثلا عن حاجه، يعني انا كلمتك عن مقدمه كده عن النتورك، هل فعلا انت حبيتها؟ طب ممكن بقى سيادتك تجيب قلم واقول لك بقى النتورك دي العالم بتاعها ايه؟ انا قلت لك هي بتتكلم عن ايه؟ لكن انا دلوقتي بقى هقول لك عشان تتعلمها تعمل ايه؟ فلو سمحت هات ورقه واكتب الملحوظات اللي انا هقولها لك دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي لو انت عايز تتعلم اي حاجه في مجال الاي تي، مفيش كليه هتعلمك الكلام ده كله. يعني انا عايز اتعلم مجال الداتابيز، فانا الكليه مش هي اللي هتعلمك مجال الداتابيز، تمام. في مجال الاي تي انت بتعمل ايه؟ بتقوم باصص على الشركه المتفرده، الشركه العالميه، الشركه رقم واحد في المجال اللي انا عايز اتخصص فيه. انا مثلا عايز اتخصص في مجال ايه؟ الداتابيز. فالشركه رقم واحد في الداتابيز الاوريكل، بروح على الشركه دي وبشوف هل هي منزله مناهج. لعلمكم يا جماعه الشركات الكبيره في الاي في في الاي تي زي مثلا شركه سيسكو مايكروسوفت بيبقى ليها اكاديميات، اكاديميه، الاكاديميه دي بيكون منزله مناهج في الحاجه اللي سيسكو بتقدمها، او في الحاجه اللي مايكروسوفت بتقدمها، او في الحاجه اللي اوريكل بتقدمها. فانا عايز اتعلم الداتابيز تبع اوريكل، فبروح للاكاديميات تبع اوريكل، بشوف الكتب اللي نزلت اوريكل اللي هي مدرسه في قواعد البيانات بتاعتها حسب ما اوريكل ما بتعمل، تمام، واقوم دارس الكلام ده كله. فانا عشان مثلا ادرس النتورك، اطبق ده بقى على النتورك، لازم اطبق الكلام ده على النتورك، ان انا مثلا لازم ادور على الشركه رقم واحد في النتورك، لازم اشوف النتورك ايه الشركات المتخصصه فيه، تمام. عندي ثلاث شركات، سيسكو، مايكروسوفت،
هنا بالشركه، الخانه رقم ثلاثه دي بالشركه اسمها اب ستاف، تمام؟ ما تشغلش بالك بالاب ستاف دي دلوقتي، ده هنتكلم عنه في البروجرامنج، تمام؟ يعني من الاخر، عشان تتخصص في النتورك عندك سيسكو وعندك مايكروسوفت، تمام. هنا جينا للبريك بوينت، جينا للنقطه الحاسمه، النقطه اللي احنا لازم نتكلم فيها. هل الشركتين، يعني الشركتين متخصصه، الشركتين دول يا باشمهندس متخصصين في النتورك؟ ايوه. طب الشركتين دول كده يا باشمهندس متخصصين في نفس الحاجه، يبقى في كومبيتيشن ما بينهم؟ يعني هم بيتنافسوا؟ الاجابه لا. هتقول لي طب ازاي؟ هقول لك بسيطه جدا. هات لي مثلا مثال. دلوقتي لو انا عايز ابني عماره، مش بحتاج سياخ حديد، بحتاج اسمنت. طب مثلا عايز الدخيله هي اللي بتعمل اسياخ الحديد دي، والقوميه الاسمنتيه اللي بتعمل الاسمنت، هل الشركتين دول عشان بيشتغلوا في مجال التعمير يبقى هم منافسين لبعض؟ هتقول لي لا. هقول لك ليه؟ هتقول لي اصل دي متخصصه في حاجه ودي متخصصه في حاجه، هكذا. سيسكو متخصصه في حاجه ومايكروسوفت متخصصه في حاجه تانيه خالص، والاثنين بيكملوا بعض، عشان كده الدايره دي مقفوله، كل شركه محتاجه للتانيه، تمام؟ طب نتكلم عن الكلام ده بتفصيل اكتر، نمسح كل الكلام ده كله. دلوقتي النتورك بينقسم لحاجتين، اول حاجه هاردوير، تاني حاجه سوفت وير. هاردوير، انا عشان اصمم نتورك، تمام، ايه الديفايسز اللي تساعدني ان اعمل نتورك؟ ثوابت. الديفايسز دي ثوابت، اجهزه ثابته. يعني انا مثلا عشان اسالك طب ايه الحاجه، طب انا عشان عايز اجمع كيسه، اجمع كمبيوتر، ايه الحاجات اللي انا محتاجها؟ هتقول لي ماوس، هتقول لي كيبورد، بغض النظر عن المكونات اللي جوه الكمبيوتر، تمام. هتقول لي ماوس، هتقول لي كيبورد، هتقول لي شاشه، هتقول لي سماعات، تمام، ثوابت. فانا عشان اعمل نتورك، تمام، محتاج ايه؟ محتاج راوترز، محتاج سويتش، تمام، محتاج فاير وولز، تمام، محتاج هابس، محتاج بريدجز. دي كل دي اجهزه متخصصه في ان انت تبني نتورك، بس فيزيكال. فيزيكال يعني ايه فيزيكال؟ يعني انت بتعمل النتورك، تمام. يعني انا صممت النتورك هنا مثلا، على سبيل المثال انا وصلت الجهاز والجهاز ده والجهاز ده بالراوتر، الاجهزه دي مش هتتصل ببعض الا اما انزل برنامج سوفت وير، تمام، يخلي السويتش فعلا يخلي الاجهزه دي كلها تشوف بعض، تمام. فانا دلوقتي في مرحله ايه؟ انا دلوقتي في مرحله الهاردوير، تمام. انا بكون الاجهزه، الكابلات، بجيب يعني مثلا على سبيل المثال انا عشان اصمم نتورك مثلا في شركه، تمام. فانا مثلا الشركه مكونه مثلا من 40 جهاز، فمثلا قسمت ال 40 جهاز دول عشرات، 10 10 10 10، ال 10 دول رحت جبت 10 كابلات وصلتهم لسويتش، تمام، و10 كابلات تانيه وصلتهم لسويتش تاني وسويتش تالت سويتش رابع، تمام، وجمعت الاربع سويتشات ووصلتهم بسويتش بيسموه كور سويتش، سويتش رئيسي، سويتش رئيسي ده طلعته على الراوتر، تمام. لحد بعمل كل الكلام ده، استخدمت الكابلات، استخدمت السويتشات، استخدمت الراوترات، انا لحد دلوقتي عملت الهاردوير، الهاردوير بيلدينج، تمام. مايكروسوفت ده بقى متخصص في سيسكو الهاردوير، السوفت وير هو مايكروسوفت. فاكر اما قلت لك ان السيرفر اقدر مثلا اخليه، اقدر استخدمه حاجات كتير جدا، اقدر لو انا في شركه اخلي السيرفر ده يتحكم في الاجهزه بتاعت الشركه كلها، احط اخليه مخزن للملفات، اقدر اخلي السيرفر ده ويب سيرفر، ويب سيرفر ارفع عليه صفحات ويب وكل الناس من حول العالم يدخلوا على الصفحات دي، تمام. دي كانت استخدام. طب دلوقتي عشان انا السيرفر ده، ما سالتش نفسك انا ده جهاز، ايه الاوبريتنج سيستم اللي بينزل عليه؟ ايه الاوبريتنج سيستم اللي بينزل عليه؟ يعني انت الكمبيوتر بتاعك، لو الويندوز بتاعك وقع في الكمبيوتر بتاعك، بتعرف تستفاد بالكمبيوتر تدخل على الفيس وكده؟ هتقول لي لا طبعا يا احمد، انا الويندوز وقع مش عارف ادخل على حاجه. هي هكذا. طب انت دلوقتي ما فيش ويندوز على السيرفر، هتهندل بالسيرفر كل الميشنز اللي انت اديتها له ازاي؟ يبقى انت لازم عشان تدي له ميشن
لازم تحط له الاول اوبريتنج سيستم، صح ولا لا؟ تمام. الاوبريتنج سيستم هي اللي بتعمله بقى مايكروسوفت، السوفت وير اسم الاوبريتنج سيستم بتاع ويندوز اسمه ويندوز سيرفر. لحد دلوقتي الكلام واضح؟ تمام. فقلنا ان سيسكو هي اللي بتعمل الهاردوير ديفايسز، مايكروسوفت بتعمل السوفت وير. في شركات منافسه لسيسكو اي نعم زي جونيبر، في شركات منافسه لمايكروسوفت اي نعم زي يونكس لينكس. تمام. يعني على سبيل المثال شركه اوراكل بتستخدم في المؤسسات بتاعتها سيرفرات بيستخدم عليها مش ويندوز سيرفر، بيستخدم فيها يونكس. تمام. بس الشركات الكومن في الماركت في الانتربرايز ماركت هي سيسكو ومايكروسوفت. تمام. طب دلوقتي انا عايز مثلا ادرس الشبكات، فهل انا يا احمد ادرس الاثنين مع بعض؟ والله لو انت عايز عندك وقت ومجهود وفلوس، تمام، تدرس الاثنين ادرس. هينفعوا معايا؟ ايوه هينفعوا معاك. هيعلوا مرتبي؟ ايوه هيعلوا مرتبك، هيعلوا مكانتك في الشغل بتاعك. تمام. يعني انا يا جماعه مثل كده المهندس السيرفرات طبعا مايكروسوفت مهندس النتورك بتاع سيسكو عاملين ازاي. انا شركه مثلا جات لي قالت لي يا باشمهندس ده انا مثلا عايز اعمل نتورك، تمام، في الشركه بتاعتي فتحت فرع جديد انا عايز اعمل فيها ايه شبكات وكده، شبكه تربط الاجهزه وكده. فانا بقعد مع بقعد مع الاونر بتاع الشركه، تمام، بعمل ايه؟ بقول له دلوقتي حضرتك الديفايسز عندك ايه؟ والله يقول لي انا عندي 40 كمبيوتر، تمام، عندي 20 طابعه برينتر، تمام، عندي مش عارف كذا كذا كذا، عندي كذا كذا كذا، عندي كذا كذا كذا. انا دلوقتي عرفت الديفايسز بتاعتك. انا بقى بقعد مع نفسي بدخل بقى مرحله البروسيسنج مود. تمام. بروسيسنج مود انا بقعد كمهندس مع نفسي بقول انا عشان اعمل نتورك، تمام، وبيبقى معايا، خلي بالك انا بيبقى معايا الديزاين بتاع الشركه، يبقى اللي عملها مهندس المعماري، تمام، بيبقى معايا الديزاين بتاع الشركه عشان اعرف مثلا انا مثلا احط 20 جهاز في الحته الفلانيه او 20 جهاز في الحته الفلانيه وامشي الاسلاك فين. كل الكلام ده مالكش دعوه بيه، يعني انا يعني مش هدخل لك في الكلام ده كله. ده بقى لو انت عايز تدخل سيسكو تدرس كل الكلام ده، تمام. بس انا عايز اقول لك انا بدخل في مرحله البروسيسنج مود، انا بلاقي السوليوشن ان اعمل له بقى النتورك دي. خلصت النتورك بتاعتي، تمام، ربطت الاجهزه، حطيت السويتشات الراوترات، عملت كونفيجر وبربكت الراوترات والسويتشات وخليتهم يشتغلوا زي الفل، انا كده انتهى دوري كمهندس سيسكو. بيدخل بقى مهندس مايكروسوفت، هو بقى اكيد ال 40 جهاز بيبقى محطوط سيرفر، لازم يكون في اي شركه فيها سيرفر، تمام. فبيروح المهندس بتاع مايكروسوفت اللي بيعرف يتعامل مع السيرفر السيرفرات، يقوم منزل ويندوز سيرفر على السيرفر اللي موجود في الشركه، تمام، ويبتدي بقى يعرف السيرفر، تمام، اللي انا يعرف السيرفر ان انا هتحكم في الجهاز ده والجهاز 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 ده. فبيعرف يقدر بقى يقعد يعرف السيرفر انا كان جهاز السيرفر، انت سيرفر تقدر تتحكم فيه. ده شغل بتاع مايكروسوفت، تمام. فالاثنين مكملين لبعض، في ناس متخصصين في الاثنين، في ناس متخصصين في سيسكو بس، في ناس متخصصين في مايكروسوفت بس، تمام. فانت ليك مطلق الحريه، تمام. طب دلوقتي لو انا عايز ادرس سيسكو، سيسكو ليها ثلاث تخصصات، ليها ثلاث تخصصات. حاجه اسمها راوتنج اند سويتشنج، حاجه اسمها سكيورتي، حاجه اسمها فويس. راوتنج اند سويتشنج، فاكر لما قلت لك ان انت مثلا بتقعد تفكر مع نفسك تلاقي سوليوشن، انت طلب منك تعمل نتورك في شركه فلانيه، فانت المفروض محتاج راوترات وسويتشات تبع سيسكو، تمام. يعني يا باشمهندس انت لما يجي لك الراوتر والسويتش تبع سيسكو بيبقى بلانك، بيسموه كده بلانك، يعني بيبقى فاضي،
انت لازم تشغل الراوتر ده وتكونفيجر، تعمل الاعدادات بتاعته وتظبطه مش عارف ايه، عن طريق بقى لغه برمجه مش عارف ايه، يعني بطريقه برمجه فلانيه، حاجه اسمها اي او اس ومش عارف ايه والكلام ده، تمام. ده كذلك ده مع الراوتر والسويتش. فالمجال ده كله انا هعلمك ازاي بقى تعمل كونفيجر للراوتر والسويتش والكلام ده كله، اسمه الراتب اسويتشنج. ده مجال. في مجال تاني اسمه السكيورتي. مش انا قلت ان انا عندي في الديفايسز عندي حاجه اسمها فاير وولز، عندي حاجه اسمها اي اس بي، تمام. انا مش معرض ان انا في النتورك بتاعتي في هاكر يدخل عندي ويبوظ بقى، يعبس بقى في البيانات بتاعت الشركه ومش عارف ايه وبتاع، ايوه. فانا بحط اجهزه تمنع دخول الهاكر ده. انا كده بلعب في المجال بتاع السكيورتي. طب في مجال لسه حديث اسمه الفويس، او فويس اوفر اي بي، تمام. ايه الفويس ده؟ دلوقتي في الشركات الحديثه بقى، الشركات اللي معاها فلوس، شركه زي مايكروسوفت، شركه زي سيسكو نفسها، لو موظف في الدور الاولاني عايز يجي لك موظف في الدور العاشر، لو انت عندك في مصر بتلاقي بيكلمه بالتليفون، في تليفون داخلي عن طريق ايه؟ عن طريق اسلاك نحاس، تمام. التليفون الداخلي بيبقى ليه، يعني التليفونات الداخليه بيبقى الانفراستراكشر بتاعها، يعني اولا جوده الصوت تبقاش كويسه، ممكن يحصل اي حاجه، سلك يتقطع مش عارف ايه الكلام ده. انما بقى في الفويس انا بجيب جهاز، بص بقى الحته دي اسمه اي بي فون، اي بي فون جهاز، تمام. مثلا انا جبت الجهاز ده اهو، ده اشتغل. طب تمام، فرضا انا وصلت الاي بي فون ده، تمام. هو جهاز تليفون، يعني الاي بي فون ده هو جهاز تليفون بس بيبقى طالع منه سلك نت، تمام، سلك نت وبوصله بالسويتش، فبيبقى دخل في النتورك دي، تمام. فانا مثلا موظف قاعد في الاوضه دي، تمام، واتكلم اكلم موظف مثلا، احط اي بي فون هنا، تمام، كلم موظف، فالموظف ده كلم موظف في الاوضه دي مثلا اوضه السيلز زي ما قلنا، دي اوضه اتش ار، فالسيلز عايز يكلمه في التليفون، فراح رفع السماعه، رن على رقمه، تمام. راح الموظف ده رفع، ايه الكوميونيكيشن ده؟ يعني طب ازاي قدر يوصل له؟ ببساطه انا وصلت سلك من الاي بي فون ده للراوند السويتش ده، وصلت سلك من هنا، فبقول الاثنين متصلين، الاثنين بقوا في شبكه واحده، فاقدر اتصل. طب هقول لك ابسط حاجه على الكلام ده عشان تفهمه، الفايبر. هقول لك حاجه تانية، الياهو، لو انت عايز تتكلم فيديو كول او عايز تتكلم اوديو، تمام، انت عايز تتكلم واحد على بالهيدفون، ما ده كده، ده اي بي فوق، ده فويس اوفر اي بي، يعني ده اختصار، يعني في يعني اسمه كده فويس اوفر اي بي، تمام كده، تمام. فدي تقنية روعة روعة، يعني فودافون، فودافون هتدخلها بإذن الله بعد 3 شهور في المؤسسات بتاعتها، في الفروع بتاعتها، تمام. تي اي داتا لسه ما دخلتش الفويس اوفر اي بي، تمام، بس بره موجودة وبكثرة، تمام. لكن في مصر مقيد، التكنولوجيا دي مقيده شويه، لازم يكون واخد رخصه بقى من وزاره الاتصالات ومش عارف ايه والحوارات دي، لان دي ممكن، يعني انا ممكن اعمل ايه؟ انا ممكن اوصل اخلي الفويس اوفر اي بي دي منتشره على جميع انحاء العالم، يعني انا ممكن اكلم واحد في هولندا، تمام، عن طريق الفويس اوفر اي بي، هو متصل بشبكه وعن طريق الانترنت انا اكلمه، طب انا بستعمل الكلام ده في الفايبر. انت تعرف ان الفايبر اصلا، تمام، هو مش موافق عليه قانونا، هو مش موافق عليه قانونا، تمام، لان انا بستخدم تقنيه ممكن تخسر شركات الاتصالات، تمام. حلو قوي كده. طب احنا قلنا ان في ثلاث مجالات، لو انا عايز اتخصص بقى في مجال الراوتنج سويتشنج مثلا، قدامي 3 مستويات، سي سي، شهاده اسمها سي سي ان اي، شهاده اسمها سي سي ان بي، شهاده اسمها سي سي اي اي، تمام. شهادة السي سي ان اي ده المستوى الاساسي، تمام، شهادة السي سي ان بي ده المستوى المحترف، شهادة السي سي اي اي شهادة المستوى الخبير، شهادة السي سي اي اي قليل جدا على مستوى العالم اللي خدوها، شهادة صعبة جدا 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 انك تاخدها، تمام.
يعني كل ما انت بتعلى، يعني مثلا سي سي ان اي امتحان واحد، سي سي ان بي ثلاث امتحانات، سي سي اي اي مده هي عباره عن امتحانين، مده الامتحان العملي بتاعها لا يقل عن ست من 6 ل 8 ساعات، من 6 ل 8 ساعات بتمتحن امتحان عملي تمام. وكتير منهم يعني على سبيل المثال انا لما حضرت السي سي ان اي كنت بذاكر تبع تريننج كورسز، يعني كنت بذاكر مع فيديوهات تبع انستراكتور عالمي او مش عالم اسمه جيرمي، جيرمي كيورا تمام. جيرمي كان كاتب ان هو دخل، جيرمي ده واحد عالمي واخد سي سي اي اي، بس واخد سي سي اي المره الثالثه، يعني دخل امتحانين وسقط فيهم، سقط فيهم وده مدرب من سيسكو وسقط تمام، لحد المره الثالثه حاول المره الثالثه ورجع في الامتحان تمام. فانت عندك سي سي ان اي، عندك سي سي ان بي، عندك سي سي اي تيربو سويتش، يعني لو انت سويتشنج عندك سي سي ان اي راتب سويتشنج، سي سي ان بي راتب سويتشنج، سي سي اي راتب اند سويتشنج تمام. انا حضرت دي وخدتها الحمد لله. عندك سي سي ان بي ممكن بقى تكمل بعدها تمام، وعندك زي ما قلت سي سي اي. على فكره سي سي ان اي ممكن تشتغل بيها، يعني ممكن اقل مرتب ممكن تاخده لو انت بتشتغل مهندس سي سي ان اي 2000 جنيه مثلا. انا لقيت وظيفه في شركه مالتي ناشونال في الدقي، مالتي ناشونال وفي الدقي تمام، كانت طبيب مهندس سي سي ان اي ب 3750 جنيه. سي سي ان بي في السعوديه اقل مرتب تاخده هناك في السعوديه 12000 ريال لو انت خدت الشهادتين دول. هتقول لي ياه، اقول لك اه خلي بالك انت عشان تاخد عشان تاخد الشهادتين دول، عشان تاخد الشهادتين دول لازم، ده انت هتذاكر وتفحت. يعني انت يعني ايه تذاكر الشهادتين دول؟ يعني سي سي ان ايه على سبيل المثال ده منهج، ده منهج اسمه سي سي ان ايه، وليه امتحان، والامتحان ده ما تخلصه تاخد شهاده تمام. يعني مثلا على سبيل المثال انا عندي هنا يعني كتاب اللي انا ذاكرت منه السي سي ان ايه تمام، ودي شهاده الابتدائيه يعني الشهاده الاساسيه تمام. كم عدد صفحات الكتاب؟ 1178 صفحه، وكم شابتر؟ 14 شابتر اهو، والجزء الثاني يعني 21 شابتر تمام. فالموضوع انا مش بحبطك، بس انا عايز اقول لك انت بتدرس حاجه قيمه عشان كده مرتباتها عاليه جدا تمام. سي سي اي اي ده بقى لو خدتها فتح لك طاقه القدر، فتح لك طاقه القدر تمام. مش عايزين نتكلم فيها اكتر من كده برضو عشان ايه يعني الفيديو طول شويه. نتكلم بقى في مايكروسوفت. انا كتبت حاجه قلت مايكروسوفت ان انمي اور فريند بالنسبه لسيسكو، هل هي عدو ليها ولا صديق؟ لا هي صديق، لان يعني مايكروسوفت مش بتنافس سيسكو، هي بتعمل حاجات مختلفه، يعني هي بتعمل ويندوز سيرفر، بتعمل السوفت وير سوليوشن، سيسكو بتعمل الهارد وير سوليوشن تمام. فقلنا مايكروسوفت سيرفيس از ا نتورك سوفت وير بروفايدر it has a line that's totally different to what Cisco has. ويندوز سيرفر 2012 ده اخر ويندوز نزلته مايكروسوفت لاداره السيرفرات تمام. عشان تاخد مايكروسوفت عندك شهادتين ام سي اس اي، ام سي اس اي تمام، مايكروسوفت سيرتيفايد سوليوشن اسوسي اي، في ام سي اس اي مايكروسوفت سيرتيفايد سوليوشن اكسبرت تمام. شهادات مايكروسوفت اسهل بكتير من سيسكو، اسهل بكتير، وشغل مايكروسوفت وشغل سيسكو كتير جدا في السوق ومطلوب تمام. فانا قلت لك انت عشان تاخد سيسكو عندك سي سي ان اي تمام، عندك سي سي ان بي، عندك سي سي اي اي تمام، مايكروسوفت عندك ام سي اس اي، عندك ام سي اس اي مستويين بس، يعني وانت مجرد تاخد ام سي اي، ام سي اس اي انت وصلت لاعلى مستوى في مايكروسوفت تمام. دلوقتي احنا وصلنا لاخر الفيديو، فاضل حاجه صغيره جدا، انا اسف على التطويل، فاضل حاجه صغيره جدا. دلوقتي لو انا عايز اخد الشهادات دي، انا والله مش عايز اقتنعت بالنتورك وانا عايز ادرس الشهادات دي، ادرس منين؟ اول حاجه عندك تقدر تدرس مثلا الشهادات دي بطريق من اتنين. اول طريق انك تدرسها سيلف ستادي، والصراحه ما انصحكش بالسيلف ستادي ما دام في الاول. يعني على سبيل المثال انا خدت كورس سي سي ان اي في شركه كانت مدياني منحه اخد كورس زائد الامتحان بثمن الامتحان، ثمن امتحان السي سي ان اي 2200 جنيه، انا دفعت 2400 يعني 2400 تمام. سي سي ان بي ثمن الامتحان بتاعها 4000، سي سي اي اي ثمن الامتحان بتاعها 7000 تمام.
فانا انصحك لو انت فعلا عايز تاخد الامتحانات، عايز تدخل الامتحان وتثبت ان انت فعلا سيسكو سيرتيفايد، تمام؟ اولا سي سي ان ايه، خد فيها كورس، لان هيديك بيزكس وكونسبتس هتلاقيها في سي سي ان بي، هتلاقيها في سي سي اي، هتلاقيها يعني سي سي ان بي بتاخد نفس حاجات السي سي ان ايه بس بامتدادات. يعني والله اقول لك، فاكر احنا اخدنا مثلا اي بي ادريسنج؟ طب احنا هنتكلم في الاي بي ادريسنج بقى، هنبتدي فيها. فانت لو انت معاك سي سي ان ايه هتعرف سي سي ان بي تدرسها سيلف ستادي. فانت في الاول تمام خد كورس في دي، ما انصحكش بسيلف ستادي، هتتوه. تمام، تاني نصيحة، ما تذاكرش من كورسات عربي. انصحك ما تذاكرش من كورسات عربي، مش بيديك المعلومة كاملة، ولو اداك المعلومة كاملة ممكن هو فهم المعلومة غلط، لان السورس اللي بيدرس منه اي واحد بيبقى سورسات انجلش، كتب سايبكس او كتب سيسكو بريس، دي كتب متخصصه في مناهج سيسكو وكمان مناهج مايكروسوفت. تمام، فانت ذاكر من الكورسات الانجليش. انا عندي كورس هنا، تمام اهو، انا عندي كورس هنا اهو، تريننج فيديوز من شركه اسمها سي بي تي ناجتس، هي بتنزل مثلا ادي سي سي ان اي اهي. تمام، سي سي ان ايه امتحانين، وفي نظام بتاخد امتحان واحد. تمام، يعني يا ده يا ده. تمام، فمثلا الامتحان الاولاني ادي الفيديوهات بتاعته. تمام، فانت لازم في يعني وما تيجي تذاكر، يعني انا بقول لك تاخد كورس. تمام، لو ماديا جت خلاص اذاكر سيلف ستادي، بس اذاكر من كورسات انجلش. طب انا ارشح لك كورسات الانجلش حاجه، شركه اسمها سي بي تي ناجتس، بس سي بي تي يعني انا موقع سي بي تي ناجتس، سي بي تي ناجتس، موقع عالمي على فكره، ده جيرني، ده اللي حببني فعلا في مجال النتورك. تمام، هنا تلاقي كورسز في الاي تي، سيسكو، مايكروسوفت، كومتيا، كلاود، اي دبليو اس. تمام، فانت مثلا تدخل على سيسكو. تمام، بس خلي بالك المواقع دي بفلوس، انت طبعا مش هتدفع الفلوس يعني عشان تذاكر كورس، فانت ممكن تنزلها تولد. تمام، تكتب مثلا سي بي تي ناجتس سي سي ان اي، تمام، تولد، تمام، وتلاقي مواقع كتير بتحمل لك، وانت ما دام مش عارف تحمل او كده عايز اللينك او كده، انا ممكن ابعت لك اللينكات اللي انت ممكن تحمل عليها. هتلاقي برضو تبع سي بي تي ناجتس هتلاقي سي سي، هتلاقي كورسات في السي سي بي، هتلاقي كورسات في السي سي اي اي، كذلك في الام سي اس اي والام سي سي اي، شركه سي بي تي ناجتس برضو مقدمه كورسات في الام سي سي والام سي اس اي. تمام، فانا انصحك انا انصحك عذرا تمام، فانا انصحك مادام هتدرس ابدا الاول سي سي ان كورس خارجي، يعني خد في شركه او كده، ولو عايز تاخد او كده عايز مكان محترم وكده، ويديك كمان الامتحان بتخفيضات كويسه وكده، انا ممكن يعني اتواصل معايا. تمام، ف عايز تكمل بقى تدرس سي سي ان بي اكيد، يعني خدت سي سي ان، خدت الامتحان بتاعها ونجحت الحمد لله، الامتحان بتاع سي سي ان سهل جدا. تمام، خلي بالك بيبقى في عملي، بتطبق عملي، تمام، مش امتحانات نظري. تمام، في اس سي ان بي بقى طبعا لازم تذاكرها سيلف ستادي، يعني انا ان شاء الله ناوي بعد شهر 6 هبتدي ان شاء الله في السي سي ان بي، يعني مدتها ممكن في الدراسه تاخد 3 شهور مثلا، تمن ب 3 امتحانات ب 4200. تمام، سي سي اي اي دي انا عن نفسي بخليها لاخر سنه في الكليه، عايز التفرغ جامد جدا، واخر سنه تكون مشروع تخرج وكده، ممكن تكون فاضي شويه يعني. تمام، برضو كذلك نفس الحال في الام سي سي، ام سي سي لو انت درست السي سي ان ايه، تمام، وفهمتها وخدت الامتحان بتاع فهمتها يعني، تمام، تقدر تدرس اي حاجه في مايكروسوفت. تمام، يعني ما ينفعش تبدا بالام سي سي ايه، تبدا بمايكروسوفت قبل ما تبدا بسيسكو، لا ابدا بسيسكو الاول. تمام، عشان تبدا بسيسكو تبدا بالسي سي ان ايه. انا بعتذر جدا على التطويل، اتمنى ان انتم تكونوا استفدتوا من الفيديو ده، اتمنى الاقي تعليقات ايجابيه منكم. تمام، مستني تعليقاتكم، مستني انتقاداتكم، مستني تقولوا لي مثلا والله يا احمد انا يعني انا مش عايز اعجاب او كده، لا انا عايز ناس تقول لي والله انا شايف ان انت كان الاحسن تعمل كذا، تعمل كذا، تعمل كذا. فانا اسف على التطويل، في معلومات كتير جدا 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 والله، انا الوقت ما اسعفنيش ان انا اديها لكم، ممكن نديها ان شاء الله في الفيديو اللي جاي ملحوقه باذن الله.
فربنا يوفقكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.